بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر مادة التاريخ، درسنا اليوم أسباب الحرب العالمية الأولى الجزء الثاني من الوحدة الثانية الحرب العالمية الأولى. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يفسر اتجاه الدول الأوروبية نحو التحالفات والتكتلات، يعدد أسباب سباق التسلح بين الدول الأوروبية، يفسر تنافس الدول الأوروبية على المصالح الاقتصادية، يوضح النتائج المترتبة على نمو الروح القومية في أوروبا. طلابي الأعزاء، درسنا في الحصة الماضية الأسباب الحقيقية للحرب العالمية الأولى غير المباشرة، ودرسنا بها نتائج الحرب السبعينية والتنافس على المستعمرات، وسنستكمل اليوم باقي الأسباب التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى غير المباشرة، ومنها الاستقطاب والتكتلات، التسابق على التسلح، التنافس على المصالح الاقتصادية، نمو الروح القومية، والمشاكل الناتجة عن الحروب البلقانية. الاستقطاب والتكتلات، ويعد السبب الثالث غير المباشر لقيام الحرب العالمية الأولى. من خلال دراستك السابقة عزيز الطالب في الوحدة الثانية الدرس الأول، درسنا أن الدول الأوروبية لجأت إلى التحالفات ولفاقات مثل عصبة الأباطرة والتحالف الثنائي وغيرها من التحالفات والوفاقات. ولعلنا نتساءل، لماذا اتجهت القوى الأوروبية العظمى نحو التكتلات؟ والإجابة هي لكي تحتمي كل دولة من أعدائها ولتؤمن كيانها بحلفاء أقوياء. عزيز الطالب، احرص على رفض التحالف من أجل الحرب، وأيد التحالف من أجل السلام المجتمعي والعالمي. التسابق على التسلح، ويعد من الأسباب الرئيسية لقيام الحرب العالمية الأولى غير المباشرة، ويرجع سبب التسابق على التسلح إلى عدة أسباب، منها توتر العلاقات بين الدول بسبب حادثة أغادير والحروب البلقانية. أيضا نمو البحرية الألمانية أدى إلى حرص إنجلترا على تفوقها على ألمانيا في بناء السفن، وقد أدى هذا السباق على التسلح إلى حدوث توتر في العلاقات الدولية، فهيئ الأذهان إلى فكرة الحرب. تنافس على المصالح الاقتصادية، وهو من أحد الأسباب غير المباشرة لقيام الحرب العالمية الأولى، حيث كان هذا التنافس في الصناعة والتجارة خاصة بين بريطانيا وألمانيا، وذلك بسبب منافسة المنتجات الألمانية للمنتجات البريطانية والفرنسية في الأسواق العالمية، لأن المنتجات الألمانية كانت نوعيتها وجودتها أفضل من المنتجات الفرنسية والبريطانية، مما أدى إلى زيادة التنافس بينها وبين بريطانيا وفرنسا. بعد ذلك قامت ألمانيا بعقد اتفاق مع الدولة العثمانية من أجل مد خط سكة حديد برلين بغداد، حيث يخرج القطار من ألمانيا حتى يصل إلى بغداد في العراق. فخشيت بريطانيا من أن يؤثر ذلك على مصالحها في العراق والخليج العربي وإيران والهند. نمو الروح القومية والمشاكل الناتجة
عن الحروب البلقانية، وهو السبب السادس لقيام الحرب العالمية الأولى غير مباشرة، حيث أدى نمو الروح القومية عند بعض الدول الأوروبية إلى دفعها إلى دخول الحرب، ومنها ألمانيا التي ظهرت موحدة عام 1870 ميلادية، ورغبتها في فرض وجودها بقوة السلاح كدولة قوية وخاصة على الدول المجاورة لها في أوروبا. أيضا تفككت الدولة العثمانية بسبب ظهور الروح القومية بها. توحيد العنصر الثلاثي تحت حكم مملكة صربيا الكبرى بدعم من روسيا، والشعب الثلاثي كان شعبا غير موحد يعيش في شرق وجنوب شرق أوروبا. أيضا قامت النمسا بضم البوسنة والهرسك سنة 1908 ميلادية، وأعلنت عن رغبتها بعد ذلك في ضم الصرب، مما أدى إلى تحول الصراع من نزاع محلي بين صربيا والنمسا إلى صراع دولي بين العالم. عزيزي الطالب، استعرضنا معا الأسباب الحقيقية للحرب العالمية الأولى غير المباشرة التي أدت في النهاية إلى وقوع الحرب العالمية الأولى، ولكنها كانت تنتظر السبب المباشر الذي سيعلن عن قيام الحرب. هذا السبب هو حادث سراييفو، والذي سنتحدث عنه في الحصة القادمة بإذن الله. والآن عزيزي الطالب، وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، ولكن نريد الإجابة على تلك الأسئلة حتى نتأكد من فهمنا لدرس اليوم. اختر الإجابة الصحيحة: الدولة التي وافقت على منح ألمانيا بمد خط سكة حديد برلين بغداد هي العراق، الجزائر، السودان، الدولة العثمانية. أحسنتم، بارك الله فيكم، إجابة صحيحة، الدولة العثمانية، بما تفسر التسابق على التسلح بين الدول الأوروبية. أحسنتم، إجابة صحيحة، هي توتر العلاقات بين الدول بسبب حادثة أغادير والحروب البلقانية. نمو البحرية الألمانية أدى إلى حرص إنجلترا على تفوقها على ألمانيا في بناء السفن. عزيزي الطالب، عليك الدخول على نظام إدارة التعلم الـ LMS، وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم وملحوظة سيتم تسجيل الحضور من خلال الإجابة على السؤال. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.